بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن تحضير العلفة الأغنام اللي هي الأغنام الأمهات. الأغنام دي طبعا والدة، فمنحضروا لها العلفة بتاعتها. الغنم الوالدة بتعلف صبح وبالليل، ولازم العلفة بالليل عشان احنا في شتاء والجو برد الايام دي وامطار. العلفة بتاعتنا عبارة عن ردة على كزب، الكزب 11%. طبعا احنا الاول كنا بنعلف درة بيضة ودرة صفرة، بس دلوقتي مع الاسعار ديت ما ينفعش. بنعزل الحولي والحولية ويعلفوا لوحدهم. اما الامهات فبندوها الغنم بتخش من المرعى بتاعتها على العلف بتاعها يكون جاهز على طول. عاملين بس مباشر عشان تبقى شايف على طول، وبنرحب بابو عميتة ونقول له الحمد لله على السلامة. اي اسئله اي استفسارات اكتب وهرد عليك دلوقتي على طول. طبعا الغنم جايه من المرعى بتاعتها على وجبه العلف بتاعتها اللي هي عباره تاني كزب على رده. النعجه الواحده بتاخد كيلو علف في اليوم. بنخلي العلف دلوقتي في الايام اللي هو الشتاء القارس ده بالليل، بعد كده بنخلي العلفة بتاعتها الصبح، بس ايام الشتاء الجامد ده العلفة بتاعتها بتبقى بالليل. والخروف بيتعزل لوحده ويعلف. الله يبارك فيك استاذ شعبان.
الله يبارك فيك ابو كريم. كبش هو تبع عمار. ابو عمار اللي كان سائلنا على الكبش. كاسر 4 يا ابو عمار. اللهم صل وسلم على سيدنا استاذ احمد. والله يا استاذ احمد الغنم دي مش للبيع، احنا عاملين بس لكيفيه التربيه ونظام الاكل والحاجات دي، لكن هي ليست للبيع.
لكن لو محتاج غنم في غنم تانية برضو، لكن دي ليست للبيع، هتلاقيها نازلة للصفحة. احنا بنعمل البث يا استاذ احمد لتعليم الناس طريقة الاكل في شهر طوبة الساعة ده والتربية الصح. الغنم عشان تدفى لازم تعلف يا جماعة، تمام، وتشبع، بمعنى صح لازم تشبع عشان الساعة، لكن تقول لي احطها في حظيرة مقفولة واقفل عليها وهي جعانة ده مش حل. زي ما حضراتكم شايفين اهيت مفيش سقف خالص، مفيش اي سقف في الحوش اللي بتبيت فيه الغنم. الغنم ترعى طول اليوم، وتيجي في الاخر تاخد العلفة بتاعتها. الاستاذ عمرو فيوض، لا الغنم كلها برقي حر، هي فيهم واحدة بس ووريها لك اهيت في الفيديو مش برقي، نعجة خليط بين بلدي وبرقي اهيت، النعجة الحمراء اهي. هي ده يا استاذ عمرو اللي هي خليط في الغنم، لكن بقية الغنم كلها غنم برقي حر. عليكم السلام.